الآن عطونا جاوب جاوب يلا عطنا شو اسمه عند مين الحين الجولة؟ عندنا صح؟ يلا طلعونا صورة شباب يلا طلعونا صورة المربع خمس لعبات المربع برنامج رمضاني في كثير من النجوم ثلاث فرق تتنافس ثلاث فرق كم سوا ثلاث قادة في النجوم مشاركين من فقرات عبد الوهاب وعبد الله حبيب فريق الإعداد يوسف باقيس علي عيدروس حسين زمزمي المخرج أبو ياسمين إجابة صحيحة إجابة صحيحة الآن حق لكم تجمدون كامل الفريق أو تفكون عندكم ثلاثة جمد وش رأيكم يا لا نفك اللي عندنا لا نجمد هنا خلينا نجمد هاني 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 ترى هم ثلاثة تقدر تجمد واحد اثنين تفك واحد همشي عندك ثلاثة إيه صح يلا هم ثلاثة مجمدين يجمد وليد يجمد عبيد ونفك نفك 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 من الشمراني هذا ما أدري معاهم طيب انت مجمد مجمد الان والله ابو عمر مجمد الان ها شباب شباب الجوله الجايه سؤال لهم الان لانكم مجمدين كلكم صحيح سؤال لهم وبعدين نفك التجميد يلا شباب السؤال الاخير لكم يا هاني يلا يلا صوره لكم الدجاج المجمد صوره لكم يلا طلعوا الصوره صوت وحركه شباب صوت وحركه بس مين انت مجمد شمراني لا فكينا اوكي يلا طلعوا الصوره شباب صوره اللي في بالي يا شباب صورة اللي في بالي زي الشمراني اللي في بالي زي الشمراني شباب يلا طلعوه شباب شكله سامي يلا طلعوا صورة اللي في بالي زي الشمراني يلا والجمهور الجمهور الآن بعد هذه الجولة حنسحب بعد هذه الجولة صور الصورة لأي صورة طيب يلا يلا بنسحب سحب الآن سحب كده على بال ما يجهزون الصورة هذه طيب سحب الآن بما أنكم فريق يعني فائز وما عندكم أحد مجمد اختار لي صورة من الصور مصور الصورة وحط خمس معلومات يلا يعني ايوه انزل تحت واختار يلا انزل كثير يا هاني شنو مين مين هذا المربع الاخير حاط خمس معلومات في كليبات كثير ثلاث فرق منافسة مقدمين حبيب والسلمي ريان مخرج ابو ياسمين المعد بس شباب الفائز هذا ممتاز الفائز يا شباب مباشرة يدخل سحب معنا يدخل سحب يلا رقية دخلوا السحب رقية صورت الشاشة رقية تقول فيه كليبات كثير ثلاث فرق منافسة مقدمين حبيب وسلم رياض وياسر المخرج أبو ياسمين المعد باقيس وحسين وعيدروس طيب جاهز الصورة شباب جاهز الصورة شباب يلا حسين يلا حسين طلعونا الصورة شباب يلا يلا الصورة السحب الثاني كم سحب نأخذ ثلاثة ولا أربعة ثلاثة يلا شمراني خذنا السحب خذ يلا دخلوا السحب يلا يلا روح ايوه ها لا لا والله مجمدين شباب مجمدين هذا فريق مجمد الفريق هذا شيخ يرحم امك اطلع الصوت يا ولد كذا كذا بس كذا لا تلف يمين يسار الله بلك يا ابو عمر ساكت يا اوكي مريم خالد لا ما انا جاوبك معاه لانه في الصمت اجر لا لا كمان كمان انزل تحت انزل تحت في نص لحظه طلعت الصوره يا شيخ طلعت الصوره يلا يلا جاوبوا وليد بصالح مقدم في قناه المجد